أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديالنا اليوم بتصحيح الواجب المنزلي اللي كنت كلفتكم به في الحصة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين معنا لا المشاهدين ديالنا نجزوا هذا الواجب. وقبل ما نشوفوا الواجب ديالنا غادي نشوفوا الحاضرات معنا واش نجزوا الواجب ديالهم في الكتب، في الكتب ديالهم. نشوف حنان، مزيان تبارك الله عليك، ملكة، أحسنتي، جيد، نعيمة، مزيان، شوف ممتاز، مزيان تبارك الله عليكم، حفيظة، جيد، ممتاز، أخلي الكتاب ديالك خليه كما هو، جيد تبارك الله عليك، زهرة، مزيان. دابا الواجب ديالنا كنشوفوا على الشاشة. إذا غادي نقرا لكم هذه العبارات ونقرا الجملة الأولى اللي ملونة عندنا باللون الأحمر اللي هي هذه، أسهم في الحد من حوادث السير بي. والعبارات اللي عندنا: احترام السرعة المحددة، التجاوز عند الخط المتصل، استعمال الخوذة عند سياقة الدراجة، بتربية أطفال على احترام إشارات المرور، السياقة في حالة عياء، استعمال حزام السلامة، تطبيق القانون خوفا من شرطي المرور. اللي نطلب منكم في هذا الواجب هو أنكم تشوفوا أي عبارة كتساهم في الحد من حوادث السير نديروا عليها دائرة. إذا غادي نبداو بالعبارة الأولى مع زهرة. تفضي زهرة، قرانينا العبارة الأولى. أسهم في الحد من حوادث السير باحترام السرعة المحددة. إذا اش غادي نديروا لهذ العبارة؟ غنحيطوها بدائرة حيت علاش؟ يعني راه خصنا نحترموا السرعة. جيد تبارك الله عليك. إذا غادي نديروا الدائرة على هذ العبارة الأولى لأننا باحترام السرعة ما كنوقعوش في حوادث السير. تبارك الله عليك. نمشيو عند حنان، تفضلي حنان. نقرا هذه اللي هكا الفوق. هي أسهم. أسهم في الحد من حوادث السير. إذا اقرا لنا العبارة الموالية اللي هي هذه. بالتجاوز عند الخط. عند الخط. عند الخط. ما كنقولوش عند الخط. عند الخط المتصل. إذا اش غادي نديروا لهذه العبارة؟ ما غاديش نديروا عليها دائرة لأن ما كتسهمش لنا في الحد من حوادث السير. تبارك الله عليك حنان. وغادي ننتقلوا الآن عند حفيظة. فقط حفيظة قرانينا هاد العبارة اللي كاينة هنا اللي كنشير ليها على الشاشة. قرانينا هذيك العبارة. أسهم في لا هذه فقط هذه. استعمالي. استعمالي. استعمالي الخذ. الخوذة. الخوذة. الخوذة عند. عند. سياقة الدراجات. عند سياقة الدراجة. عند سياقة. عند سياقات الدراجات. انتبهي ما عندناش قاء. شوية بشوية عليك، قرانينا الكلمة بشوية عليك ما تسرعيش. تفضلي. سياقة. سياقة الدراجات. الدراجة. الدراجة. أيه. إذا اش غادي نديرو؟ اش غادي نديروا لهذه العباره حفيظه؟ غنديروا على غنديروا على خط. علاش؟ حيت خاصنا نديروا الكاسك على ملي يكون صايغ الموتور ولا. جيد تبارك الله عليك. وغادي نديروا الدائره لهذه العباره كما كنشوفوها على الشاشه. تفضلي نعيمه قرانينا العباره المواليه اللي هي هذه. بتربيتي. بتربيه اطفالي على احترام اشارات المرور. اش غادي نديروا لهذه العباره نعيمه؟ غنديروا لها واحد الدائره. علاش؟ حيت خاصنا نربي وليداتنا باش يحترموا اشارات المرور. تبارك الله عليك. وغادي نديروا دائره لهذه العباره كما كنشوفوا معنا على الشاشه. وغادي نرجعوا عند الزهره. تفضلي زهره قرانينا العباره المواليه. سياقه في حاله عياء. السياقه. السياقه في حاله عياء. اش غنديروا لهذه؟ ما غنديرش، ما نحطوهاش بدائره حيت ملي نكون عيانين ما خصناش نكون تنساقوا. زيد تبارك الله عليك. اذا غادي نخليوها ما غاديش نحيطوها بدائره كما قالت لنا زهره. وغادي ننتقلوا عند حنان. تفضلي اقرا لنا العباره المواليه. استعمال حزام السلامه. هذه غنحيطوا عليها بدائره لانها كتساهم في الحد من حوادث السير. تبارك الله عليك حنان. وغادي نديروا لها الدائره كما غادي نشوفوا الان على الشاشه. بقات لنا العبارة الأخيرة اللي غادي نعطيوها نعيمة. تفضلي نعيمة قرانينا العبارة الأخيرة. تطبيقي. تطبيقي القانوني
خوفا خوفا من الشرطي المرور. اش غنديروا لهذه؟ ما غاديش نديروا عليها دائره. علاش؟ حيت خاصك يكون الخوف من الله ماشي من الشرطه، يعني خاصك القانون خاصك تطبقه ولا ما يكون معك البوليس ولا ما يكون واقف. جيد تبارك الله عليكم. الان من بعد ما صحنا الواجب ديالنا، شكون غادي يذكرني بشي فكره من افكار النص؟ نشوفوا حنان. فكره النص كله كيهضر على حوادث السير. جيد، النص ديالنا كيهضر على حوادث السير، بمعنى كفى من حوادث السير. تبارك الله عليك. دابا غادي نشوفوا النص ديالنا على الشاشه، وغادي نبداو بالفقره الاولى واللي غادي تقراها لنا زهره. تفضلي زهره، قرينا هذه الفقره الاولى. تخلف حوادث السير ببلادنا كل سنه للاسف الشديد الاف الضحايا، ما بين قتيل ومعطوب وجريح، ناهك عما يترتب عنها من مآس اجتماعية فادحة. فكم من معطوب فكم من طموح يجهض، وكم من امرأة ترمل، وكم من طفل ييتم. جيد تبارك الله عليك زهرة. غادي يمشي عند حنان قرانينا الفقرة الموالية اللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة. تفضلي حنان. يتداخل في وقوع حوادث السير ما هو بشري بالدرجة الأولى، بما هو ميكانيكي يتعلق بوسيلة النقل ذاتها، وبما يتعلق بحالة الطريق. جيد تبارك الله عليك حنان. وغادي ننتقلوا عند حفيظة تقرا لنا الفقرة الموالية اللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة. تفضلي حفيظة. فلنكن شعار فليكن شعارنا الدائم كفى من حوادث السير. جيد تبارك الله عليك. إذا غادي ننتقلوا عند نعيمة باش تقرا لنا الفقرة الموالية والأخيرة اللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة. الفقرة الأخيرة اللي غادي نشوفوها الآن أمامنا على الشاشة. تفضلي نعيمة. وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته. انتبهي، نشوفوا كيفاش غتقراها زهرة. مسؤوليته. يلا عاوديها نعيمة. مسؤوليته في الحد منها. تفضلي. وذلك بالتزامنا بقانون السير انتبهي عندنا همزة وصل. وبتربية المواطنين على احترامها. انتبهي، ما كنقراوش هذيك همزة وصل. على احترامها. انتبهي مزيان. نشوفوا كيفاش غادي نقراوها حنان. على احترامه. تفضلي نعيمة. على احترامه، سواء كنا سائقين او راكبين او راجلين. جيد تبارك الله عليكم. عودوا انفسكم على القراءة. جيد تبارك الله عليكم. اذا الان من بعد ما قرينا النص ديالنا، بغيناكم تحضروا الافكار اللي سبقني شفناهم في الصور اللي شفناها في الحصة السابقة، وكذلك الافكار اللي كاينين في النص ديالنا، وبغيناكم تعبروا عليها بطريقتكم الخاصة. نبداو على بركة الله. اذا نبداو بزهرة، اعطيني شي فكرة من الافكار اللي استفدتيها في الصور اللي سبقني شفناهم وفي النص ديالنا. تفضلي زهرة. غنقول بركة من نسيلو الدم في الشوارع. يعني ما خصناش نبقى، يعني هاد الحوادث السير راني كيسبوا لنا بالضحايا وباليتامى والارامل، يعني كيسبوا لنا بزاف المشاكل في المجتمع ديالنا. جيد زهره، غادي ننتقلوا عند حنان، نشوف اش عندها شي فكره. نعم، يعني العنصر البشري هو بالدرجه الاولى اللي كيتحمل الوقوع في حوادث السير. جيد حنان. نشوفوا حفيظه الى عندها شي فكره. خصنا نربيو ابناءنا على احترام قانون السير. مزيان، باش ما نوقعوش في شي حوايج ماشي هما هذوك. جيد مزيان حفيظه. غادي ننتقلوا عند نعيمه، نشوف واش غتعطيني شي فكره. حوادث السير كارثه على الاسره وعلى الوطن.
جيد تبارك الله عليكم. إذا الآن جميع هذه الأفكار اللي قلتها غادي نجمعوها وغادي نبينوها الآن على الشاشة. إذا عندكم عطيتونا مجموعة من الأفكار اللي غادي نشوفوها الآن على الشاشة كما كنشوفوها. الفكرة الأولى حوادث السير كارثة على الأسر وعلى الوطن ديالنا كما قال هنا النعيمة. الفكرة الموالية العنصر البشري كيتحمل المسؤولية ديالو في معظم الحوادث السير كما قالت لنا حنان تبارك الله عليكم. لا بد من الحد من هذا النزيف، لا بد من حد من هذه حوادث السير. ثم الفكرة الأخيرة للحد من ضحايا حوادث السير، لا بد لنا نلتزموا بالقانون ونربي وليداتنا على احترام قانون السير تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد فقرينا النص ديالنا وشفنا الأفكار الواردة في النص ديالنا، دابا غادي نتعرفوا على واحد الأسلوب جديد، وغادي نتعرفوا عليه من خلال واحد الجملة كاينة في النص ديالنا، وهذه الجملة فيها دعوة للحد من حوادث السير. تفضلي حنان قرأ لنا هذه الجملة. كفى من حوادث السير. من حوادث السير. جيد، كفى من حوادث السير. أشنا هي المكونات اللي ملونة بالأحمر في هذه الجملة؟ تفضلي حفيظة. كفى من بمعنى ملونين، عندنا جوج ديال المكونات، كفى ومن اللي غادي نشوفوهم الآن بوحدهم أسفل هذه الجملة كما كتشوفوا معايا على الشاشة. إذا الأسلوب ديالنا اليوم اللي غادي نتعرفوا عليه هو كفى من. عاودي اقراي زهرة. كفى من. مزيان، نشوفوا نعيمة. كفى من. مزيان، دابا غادي تظهر واحد الجملة أمامنا على الشاشة اللي غادي نشوفوها الآن. تفضلي حنان قرأ لنا هذه الجملة. كثر الغش في. ما كنقولوش كثر الغش. كثر الغش في الامتحانات. كثر الغش في الامتحانات. إذا زهرة حاولي هذه الجملة ندخلوا عليها هذا الأسلوب اللي شفناه اليوم اللي هو كفى من. اش غادي تقولي؟ غنقول كفى من الغش في الامتحانات. إذا عندنا إلى عندنا من كنقولوا الغشي. الغشي. يلا عاوديها. كفى من الغش في الامتحانات. تبارك الله عليك، وهي اللي غادي نكتبوا على الشاشة اللي هي كفى من الغش في الامتحانات. قريها حفظة. كفى من الغش في الامتحانات. في الامتحانات. في الامتحانات. جيد تبارك الله عليكم. ودابا غادي نشوفوا جملة ثانية اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة اللي هي هذه. تفضلي زهرة قرانينا هذه الجملة. يخرق الناس قانون السير. يخرق الناس قانون السير. حنان حاولي تدخلينا هذا الأسلوب اللي شفناه اليوم اللي هو كفى من على هذه الجملة، اش غادي نقولوا؟ كفى من خرق القانون السير. كفى من خرق قانون السير. جيد تبارك الله عليك، أحسنتي، وهي اللي غادي نكتبوها الآن على الشاشة كما كنشوفوها. كفى من خرق قانون السير. تفضلي نعيمة قرانينا هذه الجملة. كفى من خرق قانون السير. جيد تبارك الله عليكم. إذا الآن غادي نشوفوا جملة أخرى اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة اللي هي هذه. تفضلي نعيمة قرانينا هذه الجملة وحاولي تدخلي عليها هذا الأسلوب اللي شفناه اليوم اللي هو كفى من. إذا قرينا الجملة هي الأول. تلويت الماء والهواء. جيد، إذا دخلي عليها الأسلوب كيفاش غادي نقولوا؟ كفى من تلويت الماء والهواء. تبارك الله عليك، أحسنتي، وهي اللي غادي نكتبوها الآن على الشاشة كما كنشوفوها. كفى من تلويت الماء والهواء. عوديها حفظة. كفى من تلويت الماء والهواء. جيد تبارك الله عليكم. ودابا بغيتكم تعطوني شي جمل من عندكم. دابا تعرفنا على هذا الأسلوب اللي هو كفى من، شكون غادي تعطيني شي جمل عندها؟ غادي نبداو إن شاء الله، نبداو بزهرة. تفضلي زهرة. كفى من تضييع الوقت. كفى من تضييع الوقت، جملة ديالك صحيحة وغادي نكتبوها على الشاشة اللي هي هذه. كفى من تضييع الوقت، أحسنتي زهرة تبارك الله عليك. نشوفوا حنان واش تعطينا شي جملة. كفى من تلويث البيئة. من تلويث البيئة، جيد أحسنتي، جملة ديالك صحيحة وغادي نكتبوها على الشاشة كما كنشوفوها. غادي ننتقلوا عند حفيظة إلى عندها شي جملة فيها هذا المكون وفيها هذا الأسلوب اللي شفنا اليوم. تفضلي. كفى من رمي الأزبال في الشوارع.
في الشوارع وكنقولوا ايضا في الطرقات في الطرقات تبارك الله عليك الجمله ديالك صحيحه سواء قلتي الشوارع او الطرقات بحال بحال وهي اللي غادي نكتبوها على الشاشه كما كنشوفوها الان كفى من رمي الازبال في الطرقات تبارك الله عليكم اذا غادي نطلب من نعيمه تقرا لنا هذه الجمل تفضلي نعيمه كفى من تضييع الوقت كفى من تلويت البيئتي ايه كفى من رمي الأزبال في الطرقات تبارك الله عليك نعيمة إذا الآن من بعد ما شفنا هذا الأسلوب غادي نكلفكم بواحد الواجب المنزلي اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة إذا نشوفوا معايا الواجب غادي نقرأ لكم هذا الواجب عندنا كفى من في الطرقات الغش في من تضييع الوقت الفوضى القيل والقال المواد الاستهلاكية الغيبة والنميمة اللي مطلوب منكم ركزوا معايا مزيان اللي مطلوب منكم في هذا الواجب هو أنكم تحاولوا تصيغوا من هذه العبارات جملة مفيدة وتدخلوا عليها هذا الأسلوب اللي شفناه اليوم اللي هو كفى من وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوا هذا الواجب وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القراءة والكتابة في هذه الحلقة وغادي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحاضرات أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين من بعد ما تبعتوا معنا الحصة ديال مادة القراءة والكتابة ومن بعد ما درسنا جميع سورة الغاشية قريناها وفهمناها وحفظناها غادي ندوزوا الآن في هذه الحصة غادي نخصصوها للتثبيت وتركيب التعلمات مجموعة من التمارين اللي غادي تعاوننا باش نزيدوا نثبتوا الحفظ ديالنا لهذه السورة نفهموها مزيان ونزيدوا نذكروا المعاني ديالها وندبروها بشكل أفضل إذا غادي تنتبهوا معايا جميع لهذه التمارين اللي غادي نجزوها جميع على الشاشة عندنا الآيات وعندنا المعاني بالنسبة للآيات وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة ثم إن إلينا إيابهم بالنسبة للمعاني وجوه المؤمنين ذات بهجة وحسن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت وجوه يوم القيامة ذليلة مهانة إذا المطلوب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش تربطوا بخط بين الآية والمعنى اللي كيناسبها يلا حنان انت الأولى غادي تقرأي لنا الآية وتقولي لنا المعنى اللي كيناسبها وجوه يومئذ خاشعة عم. المعنى اللي كيناسبها وجوه يوم القيامة ذليلة ومهانة حسن إذن غادي نربطه بخط بين الآية والمعنى ديالها تفضلي حفيظة وجوه يومئذ ناعمة عم. وجوه المؤمنين ذات ببهجة تبه ذات ذات بهجة وحسن جيد إذن غادي نربطه ما بين هذه الآية والمعنى اللي قرأتنا حفيظة يلا نعيمة تفضلي ثم إن إلينا إيابهم عيدي وانتبهي ركزتي واحد الألف ثم إن إنا انتبهي ركزي مزيان ثم شوفي فيها شوفي فيها ثم إن إلينا ثم إن إلينا يلا عاودي قرايه كامله ثم إن إلينا إيابهم مزيان والمعنى المعنى إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت جيد بارك الله فيك إذا هذا التمرين الأول عندنا في هذه الحصة الخاصة بالتثبيت وتركيب التعلمات ندوزوا للتمرين الثاني انتبهوا معايا في الشاشة وينتبهوا معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات والأرض الممتدة الواسعة إذا فينكم كان قرأت التمرين حاولوا تركزوا معايا وحدانية الله تعالى وقدرته والسماء البديعة الإبل العجيبة والجبال المرتفعة أدلة وبراهين على إذا المطلوب
منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش توضعوا المعاني في المكان المناسب ديالها باش تكون عندنا واحد الجملة مفيدة. متفقين؟ يلا حنان تفضلي قرأي لنا الجملة الأولى وقولي لنا المعنى اللي غنوضعوه الأول. الإبل العجيبة. كملي هنا شنو العبارة اللي تبعها؟ والسماء البديعة. حسن مزيان يلا تابعي يا حفيظة. والجبال مرتفعة. مزيان العبارة. والأرض الممتدة الواسعة. مزيان هي العبارة الثانية في الفراغ الثاني. مزيان يلا نعيمة. إلا تبيعي قراءة ما كتب بالأسود قرأي لنا العبارة المتبقية. أدلة وبراهين على وحدانية الله تعالى وقدرته. مزيان إذن هي العبارة الأخيرة. تبارك الله عليكم. إذن هذا التمرين الثاني في هذه الحصة ديال التثبيت وتركيب التعلمات. ندوزوا الآن للتمرين الثالث والأخير اللي غنطلب من السادة المشاهدين والمشاهدات باش حتى هما ينجزوه معنا. يلا انتبهوا معايا. ثم إن علينا حسابهم وجوه يومئذ خاشعة وإلى السماء كيف رفعت. الآيات: هل أتاك حديث الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إن إلينا إيابهم. إذا المطلوب منكم في هذا التمرين وهو تعطيونا الآيات التي تلي الآيات المكتوبة على الشاشة، يعني الآيات اللي من بعد منها. يلا حنان تقرأي لنا الآية الأولى وقولي لنا الآية اللي كتجي من بعد منها. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. تبارك الله عليك. هي الآية التي تليها. يلا حفيظة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. بارك الله عليك حفيظة. هي الآية التي تليها. يلا زهرة قرأي لنا الآية الأخيرة وقولي لنا الآية اللي من بعد منها. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تبارك الله عليكم. إذن بهذه التمارين ديال هذه الحصة ديال التثبيت وتركيب التعلمات بان لي بأنكم فعلا استطعتوا تحفظوا وتقرأوا وتفهموا وتدبروا في هذه الصورة اللي هي صورة الغاشية. إذن نتمنى أن هذا الشيء اللي تعلمناه في هذه الصورة نطبقوه في الحياة اليومية ديالنا. في الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نبداو بصورة جديدة. إذن بهذا نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الدرس ديالنا لهذا اليوم غادي نبداو بتصحيح الواجب المنزلي. كنتمنى انكم تكونوا نجزتوه وتوفقتوا في الانجاز. صحيح جيد. صحيح جيد. حبيبة حكيمة مزيان جيد. صحيح صحيح مليكة تبارك الله عليك مزيان حنان. إذا ندوزو باش نصحو الواجب الجميع على الشاشة. إذا كان مطلوب منكم في هذا الواجب هو أنكم تنجزوا هاد جوج عمليات ديال القسمة. ونبداو بأول عملية. تفضلي حفيظة قرينا العملية وعطينا النتيجة اللي حصلتي عليها. الأولى 8 مقسومة على 2 تتعطينا 4.
تساوي أربعة. تساوي أربعة. كملي. أربعة. كملي تفضلي. أربعة ضربوها في جوج تعطينا ثمانية. جيد. تنحطوا ثمانية تحت المقسوم. وكنديروا علامة الطرح. وكنديروا سطير وتساوي. جيد. وكنحطوا الخارج. اي الباقي تنقولوا 8 ناقص 8 بقى صفر. هذا اللي غادي يبقى لنا كنسميوه الباقي. الباقي الخارج صفر. الخارج هو 4. اذا نعاودوا نذكروا 8 شنو كتسمى في هذه العمليه؟ هي مقسوم. مقسوم. مقسوم عليه. مقسوم عليه. الخارج الباقي. جيد. 4 الخارج وصفر هو الباقي. جيد. وندوزوا العمليه الثانيه. تفضلي حنان قرينا هذه العمليه. عندنا 9 مقسوم على 9 تساوي 1. جيد. كنضربوا 1 في 9 كتبقى 9. جيد. كنحطوها تحت المقسوم. وكنديروا عمليه الطرح. جيد. وكنديروا 9 وكنديروا سطير كنديروا تساوي. ديروا 9 ناقص 9 تساوي 0. تساوي 0. جيد. اذا الخارج هو 1 والباقي هو 0. جيد. اذا بعد ما قمنا بتصحيح الواجب وتعلمنا كيفاش نجزو عموديا عمليات القسمه اللي فيها المقسوم كيتكون من رقم 1، الان غادي ننتقلوا لعمليات القسمه اللي فيها المقسوم كيتكون من رقمين، ونبداو بهذا المثال اللي غادي يظهر امامنا على الشاشه. اذا المثال هو هذا، شكون منكم تفضل وتقرا لنا العمليه؟ تفضلي نعيمه. 12 مقسومه على 3 تساوي. جيد. تساوي. 12 مقسومه على 3 تساوي. اذا شكون منكم تفضل وتوضع لنا هذه العمليه بشكل عمودي باش نجزوها عموديا؟ تفضلي حفيظه. كنديروا 12 كنديروا سطر ديال عمودي. جيد. كنديروا سطر افقي وكنحطوا المقسوم وكنخدموا العمليه. جيد احسنتي. اذا كنكتبوا المقسوم اللي هو 12 كنوضعوا خط عمودي كما قالت لنا حفيظه وخط افقي وكنوضعوا المقسوم عليه فوق الخط الافقي. ودابا غادي نطلب من حنان تبدا لنا انجاز العمليه. اذا في نظرك حنان 12 مقسوم على 3 شحال تعطينا؟ غادي تعطينا 4. جيد. اذا ملي كتكون عندنا بحال هكا عمليه القسمه نقولوا 12 شحال فيها من 3؟ ولا بعبارة أخرى شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 3 ونحصلوا على 12؟ كيف ما قالت لنا حنان العدد اللي غنضربوه في 3 ونحصلوا على 12 هو 4. كملي لنا العملية حنان. كنضربوا 4 في 3 كتعطينا 12. 12 كملي. كنحطوها تحت المقسوم وكنديروا عملية الطرح. كنديروا سطر كنديروا تساوي. كنديروا 2 ناقص 2 تساوي 0، 1 ناقص 1 0. 0. جيد. إذا 12 مقسومة على 3 حصلنا على 4 والباقي هو 0. هنايا بحال كما كنديروا عملية الطرح بدينا بالوحدات، 2 ناقص 2 تساوي 0، 1 ناقص 1 تساوي 0. جيد. إذا الآن غادي ننتقلوا لعملية ثانية. إذا العملية هي هذه، غادي تفضل زهرة وتقراها لنا. تفضلي زهرة. 14 مقسومة على 2 تساوي. جيد. وغادي نطلبوا من نعيمة تقولي لنا كيفاش غادي نوضعوا هذه العملية عموديا قبل ما نجزوها. تفضلي نعيمة. كتديري سطر وكتكتبي 14. لا قبل من السطر كنوضعوا المقسوم هو الأول. المقسوم هو الأول. وكديري سطر وكتقسميه على جوج. جيد. إذا كنوضعوا 12 14 كنوضعوا خط عمودي وخط افقي وعاد كنوضعوا المقسوم عليه فوق الخط الافقي. نعم. وكنبداو انجاز العمليه. تفضلي زهره. اذا 12 14 شحال فيها من 2؟ 14 شحال فيها من 2؟ الا بغينا نقولوها بطريقه اخرى شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 2 ونحصلوا على 14؟ 7. أحسنتي أحسنتي زهرة. إذا 14 مقسومة على 2 تساوي 7. وهذا كيذكرنا في جدول الضرب ديال العدد 7 اللي سبقنا شفنا ودرسناه. إذا 7 مضروبة في 2 كم تساوي زهرة؟ 14. تساوي 14 فين كنوضعوها؟
تحت من المقسوم. تحت المقسوم وكملي شنو كنديروا من بعد؟ كنديروا الرمز ديال الطرح وسطر وتساوي وكنبداو من الوحدات. وحدات 4 ناقص 4 تساوي 0، 1 ناقص 1 تساوي 0. تساوي 0، جيد تبارك الله عليكم. مزيان، وغادي ندوزوا العملية ثالثة اللي غادي تظهر على الشاشة. إذن هذه العملية غادي تاخذوا الألواح ديالكم وغادي تحاولوا تنجزوها بنفس الطريقة باش نجزنا هذه العمليتين الفارطتين. يلا تفضلوا. إذن كل 21 شحال فيها من 3؟ ولا شنو هو العدد اللي غادي نضربوا فيه 3 ونحصلوا على 21؟ إذا كملتو تفضلوا رفعوا الألواح. ها نشوف الألواح ديالكم. جيد مزيان. حليمة ما توفقتيش في إنجاز العملية. حنان شوف اللوحة ديالك. إذا خصكم تراجعوا جدول الضرب باش يسهل عليكم تنجزوا عملية القسمة. إذا انتبهوا معايا غادي نصححوا العملية على الشاشة. أخوات اللي ما توفقوش في الإنجاز انتبهوا معايا باش مرة أخرى إن شاء الله تغلبوا عليها. إذا 21 مقسومة على 3. هنا شنو كنفكر؟ كنقول 21 شحال فيها من 3؟ ولا بعبارة أخرى شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 3 ويعطينا 21؟ هادشي شفناه في جدول الضرب. فركزوا معايا شوية. شنو هو العدد اللي غنضربوه في 3 ويعطينا 21؟ حنان 8. لا بزاف 8. نعيمة 7. أحسنتي نعيمة 7. إذا العدد اللي غادي نضربوه في 3 ويعطينا 21 هو 7، وهادشي شفناه وقريناه في جدول الضرب ديال العددين 3 و7. إذا 7 مضروبة في 3 كم تساوي زهرة؟ 21. تساوي 21، جيد. وفين كنوضعوها حفيظة؟ تحت المقسوم. جيد تحت المقسوم. كملي ومن بعد؟ نديرو سطير ديال الطرح. تنديرو علامة الطرح. جيد. وكنديرو سطير وتساوي. وكنقوموا بعملية الطرح. تفضلي. 1 ناقص 1 باقي 0. 2 ناقص 2 باقي 0. جيد، 1 ناقص 1 تساوي 0، 2 ناقص 2 تساوي 0، وهذه العملية كذلك هي عملية قسمة مضبوطة اللي خرجنا الباقي فيها هو 0. صحيح. لحد الآن هذه العمليات كلهم القسمة اللي خدمنا لحد الآن كلهم مضبوطة بحيث أن الباقي كيخرج لنا 0. ونطلبوا من حنان تعاودنا قراءة العملية. تفضلي حنان. عندنا 21 مقسومة على 3 تساوي 7. 7 والباقي؟ والباقي عندنا 0. والباقي 0، جيد. إذن بهذا تكون حلقتنا وصلت نهايتها. قبل ما نودعكم غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذا الواجب هو هذا، مطلوب منكم في هذا الواجب هو أنكم تقوموا بإنجاز هاد جوج عمليات ديال القسمة. إذا العملية الأولى 16 مقسومة على 4، والعملية الثانية 18 مقسومة على 3. كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين يقوموا بإنجاز هذا الواجب باش يصحوا معنا في بداية الحلقة المقبلة بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.